فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْمَسِيحِ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ غَلَوْا فِيهِ مِنَ النَّصَارَى والذين كفروا بالله وآياته ورسله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بإيقاع العداوة والبغضاء والحروب بينهم وبالقتل والسبي وسلب الأموال وإزالة الملك وبالذل والأمراض وشقاء النفوس، وفي الآخرة بعذاب النار وغضب الجبار وبحرمانهم ثواب الأبرار، فبئس القرار. وما لهم من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم العذاب، فلا شفيع ولا ولي ولا صديق ولا قريب. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة